صباح الخير مشاهدينا. اليوم بحلقة جديدة بكاتوك صرنا عم نحكي يمكن عن شيء عم نعيشه أكثر، عن قصص بقى نلبسها، والطقس كمان عم بيساعد. اليوم عن جد فينا نقول إنه بلشت الشتوية، بلش السقعة، صار فينا نلبس القصص السميكة، المونتويات كمان التقال مع الفير، يعني كل الموضة يلي كنا عم نشوفها بحلقات السابقة بكاتوك اليوم صار فينا أكثر نعتمدها ونلبسها. اليوم رح نحكي كمان عن الهوليداي فاشن، ورح نشوف شو فينا نلبس بموسم اكيد كريسمس ونيو يير للموسم القادم يلي نحن كمان عم نتحضر له. رح نبلش مع فقره الموضه ورح نرجع نتابع اكيد مع باقي فقرات كاتووك. بلا موضة اليوم مشاهدينا رح نشوف زيت التوب كل مرة بأوتفيت، واليوم مثل دايما ومثل بكل حلقات كاتوك كتير منركز على انه نقدر نعرف كيف نلبس الأوتفيت. يمكن يكون في ايتم واحد هو ذاته عم بيتكرر كل مرة، ولكن نكون عم نلبسه كل مرة بطريقة وكل مرة كمان بستيل مختلف عن التاني. بالبداية التوب يلي عم نشوفها واضح انه اول شيء عليها برنت، والبرنت هو بشكل نو الكادو يلي عادة نحن بيكون موجود، جريئة وبذات الوقت بدها ستيل خاص يكون الشخص بحب هيدا الستايل، ما بيروح كتير للقصص السيمبل والبيزك، وهيدا التوب هي اللي رح تتكرر معنا بهيدا الفقرة. لاحظوا هون مع هيدا التوب عم نشوف الانفلوب سكيرت او السكيرت يلي بتجي كأنه انفلوب من تحت، عم تقدروا تشوفوها أكثر من ميل أطول من ميل، وهون السكيرت كيف عم بتكون الأسيمتريك شيب يلي كمان عم بتكون بشكل أي شيب، منا سكيني سكيرت ومنا بنسل سكيرت على قد الجسم. إلى جانب كمان الأكسسوريز يلي عم بيكونوا موجودين من الكلتش للنكلس، ولاحظوا هون إنه النكلس عريض وضخم مع إنه بالتوب في نو كبيرة وفي برنت كمان كبير وضخم. أما بالنسبة للشوز عم نشوف اللون الأسود البيزك والسيمبل. يمكن هون هذا الاوتفيت بيناسب اكثر الاشخاص يلي على طول بدهم يغيروا ويلبسوا شيء حلو، وكمان بيناسب الموسم. لاحظوا هون هيدا التوب عم تكون مع السكيني بانت او الكوب سيجارات مع دومي بوت يلي عم تكون من الكعب شوي عالي وكعب عريض، والهات او البوني يلي عم تكون من اللون الاسود، اما الباك عم يكون من الكروس بودي باك. اما بالنسبه لللبستيك من اللون الاحمر تيعمل كمان شوي ترابيل مع التوب. كمان زيت التوب هون عم نشوفها مع جينز ستريت كوت مع ريفير، لاحظوا الفلات عم بيكون كمان من الماسكولين شيب، والهاند باك كمان كروس بودي، اما السكارف عم بينزاد مع التوب مع انه كمان التوب اوريدي فيها برنت عريض وضخم. لكن مثل ما شفنا انه على طول بكاتووك الفقرات بتكون مقسمه ومتعدده من لاموده ديزاينر ستايل وفيمس ان فاشن، رح نتابع كمان بفقره لاموده ونشوف كل القطع يلي هي عاده تعتبر كلاسيك او بذات الوقت كلاسي رح نشوفها بطريقه اكثر سبورتي شيك. لاحظوا هذا البانتي اللي كله مطبع عم بيكون قصير ستريت كات كمان مع القميص والتوب يلي عم يجي فيها منه وفيها للتوب مثل نكلس كله بين الكروشيه وكمان البيرل. اما الشوز لاحظوا انه عم يكون من التنس شوز مع قطع هي اكثر كلاسي. اما بالنسبه لهيدي الجوب يلي عم تكون كلها من الجلد، هون عم نشوف انه في يكون جلد اكيد سانتيتيك وفي يكون ريل لاذر، وبذات الوقت التوب يلي عم تكون بلا كم، واللون لون الواين او لون الاحمر البوردو واللي كمان ميل شوي على فوشيا او كمان شوي على بينك. اما هيدا الدريس يلي عم يكون بشكل فيست أو ويست كوت ولكن طويل مع القبة والبابيون يلي عم تكون موجودة، وهذا كمان الطابع هو طابع شوي رجالي عم نشوفه عند السيدات. باك تو بيزكس رجعنا للكارو للموضة القديمة، وكمان يلي هي البريتش ستايل أو الموضة يلي هي كتير بتنطرح بالأسواق ببريطانيا، وهي على طريقة لندن إذا فينا نقول على الطريقة البريطانية يلي الإيكوسي كتير موجود، ولا مرة ولا سنة كانت هالموضة غايبة بالأسواق. أما بالنسبة لهيدا الدريس يلي عم يكون بيزك بلاك
من التورتل نيك وما فيه شيء ابدا لا باترنز ولا حتى اكسسوارز، بس هيك كوب ناعمه عم بتكون لفوق الركبه بطريقه الويفي. كمان بذات الوقت لاحظوا هيدا الاوتفيت يلي هو كتير ستايلش، بذات الوقت كتير حلو، بينلبس بالنهار وبالليل. والبنطلون يلي عم بيكون اول شيء خصر عالي واسع على الوراق وبيرجع بيضيق على الاجر، بيجي قصير. والقميص يلي عم بتكون كمان اسورتي مع البنطلون، والالوان يلي هي عم تشوفوها الاسود والجراي مع السكارف من نوفيه للقميص. From head to toe black هو اللون الأسود، ما في مهرب منه أبداً بولا موسم وبولا سنة أبداً، يعني على طول اللون الأسود بيتجدد وبيرجع بينعاد وبنرجع بنلبسه كل مرة بطريقة. وهون عم نشوف سكيني بانت مع دمي بوت، وبذات الوقت القميص اللي تكون مفتوحة والكلوتش كمان من اللون الأسود. أما ستيل الفساتين يلي عم بيكونوا من البابل دريس، يعني بكونوا شوي ضايقين من فوق وبيرجعوا بيوسعوا على الخصر وعلى الوراق. وكمان هيدي الموضه هي من السبعينات، عم نرجع نلبسها ونعتمدها اليوم بطريقه كمان مودرن. هيدا الجامب سوت يلي عم بيكون من الوايد ليجز، وهون كمان في دوز اكستريم بالموضه، يعني او من الوايد ليجز او القطعه يلي بتكون كثير واسعه او حتى كمان كثير ضيقه من الكوب سيجاريت. هون عم نشوف الطريقتين والتو كاتس دايرجين وفينا نعتمدون بفول وينتر 2013-2014. رح ننتقل لديزاين يور ستايل ونشوف اليوم الماترنيتي ترند. بالماترنيتي ترند بديزاين يور ستايل اليوم عم نشوف القطع يلي هي بتناسب كل البريجننت وومن بموسم الشتاء واللي هو هلا، وكمان بيقدروا يعتمدون ويقدروا كمان بعض القطع يرجعوا يلبسون من بعد الماترنيتي ستيج. لاحظوا هون كل القطع يلي بتكون اول شيء واسعه، كثير مهم تكون واسعه على البوتن، وعم نشوف كمان التوب يلي بتجي فلو وواسعه. اما بالنسبه للكاب يلي عم بيكون بشكل موتو، واكيد هالقطعه بترجع بتلبس من بعد هيدي الفتره. كمان الكارو لاحظوا يلي عم نشوفه واللي هو من اللون الاحمر والاسود، وكمان كثير ستيل الهوليدي فاشن يلي كمان بيلبس تقريبا مع كل شيء، مع الجراي مع اللون الاسود مع اللون الابيض، يعني فينا كمان كثير نغير ونبدل. الى جانب الاكسسوارز يلي عم نشوفهم ان كان النكلس البانجلز وحتى كمان الخواتم يلي عم بيكونوا من القطع الكبيره والضخمه. كمان من الماترنيتي ترندز هيدا البانت يلي بيكون اول شيء عم بيكون شوي على قد الجسم، والتوب عم بتكون واسعه، وبس بمجرد نحن نحط سكارف فوق التوب بتقدر شوي تضيع قصه البطن وكمان الوزن الزايد. هون عم نشوفها زوم ان اكثر، وهون السكارف كيف فينا نحن نغيره ونبدله. بذات الوقت هون عم نشوف لما بتكون pregnant woman بتكون بعدها بالearly stages، يعني فيها تلبس تقريبا كل شيء وحتى كمان تيبها هي بطريقة تكون أهم شيء مريحة وpractical. رح ننتقل هون للوينتر بوتيز ونشوف هلا بوقت الشتاء والسقعة كتير حلو انه نلبس البوتيز يلي بيكونوا اول شيء للركبة او لفوق الركبة. وهون هذا البوتس يلي كمان عم بيكون عالي وكعب كتير ناعم وبسيط. اما بالنسبة هون عم نشوف الاوبن تو بوتيز، عم نشوف بذات الوقت انه هيدا الشوز او الدومي بوت عم يكون من الكعب العالي وكمان الدوبل سومال من قدام وكتير ستايلش مع الكروتو. اما بالنسبه للبوتيز يلي بيكون داخلهم فير من جوا ومن برا، مع الكعب يلي عم بيكون من الكعب الوجز او كعب الروكي، وكمان عم بيكون من الخشب. وهون اخر موضه عم نشوف الخشب بذات الوقت، هون الني هاي بوت او البوت يلي بيكون كثير عالي لفوق الركبه تقريبا ب 5 او 10 سنتيمتر، وكمان بيلبس خاصه مع الدريسز وحتى كمان مع السكيرت. وقبل ما ننتقل لل famous in fashion رح نتوقف لوقفة ورح نرجع نتابع famous in fashion. رجعنا مشاهدينا لكاتوك، واكيد بعد في فقرة famous in fashion ورح نشوف السليبرتيز كيف عم بيلبسوا الفساتين الطويلة او الماكسي دريسز على الريد كاربت.
بفيمس ان فاشن اليوم رح نشوف اكيد مثل ما قلت لكم السيلبرتيز، ورح نشوف اول صوره ولاحظوا جي لو كيف عم تكون بالدرس الماكسي دريس يلي عم يكون كله من البرونز. لاحظوا هون كمان مش بس انه في قصه حلوه، في ماتيريال كثير حلوه، وكمان كل البيسز يلي عم بيكونوا موجودين من الكريستال الاسود وكمان البرونز الناعم يلي بده كمان كثير دقه هون بالشغل مثل ما ملاحظ. وكمان لاحظوا قد ايه كثير حلو، قد ايه هو كمان عم بيكون من التيرتل نيك او القبه العاليه كماكسي دريس، عم بيكون له ترند صغيرة، والكلاتش يلي عم بيكون من اللون الهافان على برونز. تاني دريس كمان على الريد كاربت، ولاحظوا هون عم بيكون اول شيء وان شولدر او كتف واحد، عم بيكون من الابيض والاسود، وكمان عم بيكون في من القماش الدانتيل على كمان كروشيه كثير ناعم. غريب شوي كدرس، بفضل كمان انا اكثر مثلا دريس يلي عم كون كانت عم تطلع فيه جي لو يلي هو اكثر فاشن وبذات الوقت كثير كلاسي ورويال. شو رايكم مثلا بهيدا الدريس يلي عم بيكون كثير اشانكري وبذات الوقت عم بيكون هذا الدريس كانه من تو بيسز، وكمان عم بيكون من اللون الاسود وكله من السباركلز او الجليتر، حتى كمان البايات اللون الاسود يلي كمان كثير بيضوي وبيعطي ستايل حلو. وعم نشوف انه في تيول على البطن بالطريقه يلي عم تشوفوها، وكمان البانجلز كمان هون. لاحظوا الماكسي دريس من اللون الابيض، والابيض يلي هو سنوي وايت، يعني منه الكريمي وايت او حتى كمان الاوف وايت، الابيض يلي هو كثير قوي وبذات الوقت كثير جريء لمثلا يمكن اي شخص ممكن يلبس هيك لون ابيض، بس كمان هي شقره والميك اب عم بيكون كمان قوي من اللون الاحمر مثلا باللبستيك والسموكي ايز. الى جانب كمان الكلاتش يعني عم بيكون من اللون السيلفر الميتاليك، وكمان الشوز كمان عم بيكون من السيلفر الميتاليك. من بعد فيمس ان فاشن بدنا نشوف اذا فينا نقدر نحضر فاشن شو كمان بذات الوقت. الفاشن شو يلي كنا رح نشوفه اليوم رح ننتقل ونشوفه كمان نهار الاثنين. بكره الخميس رح يكون معي كي ستارز مثل كل خميس على طول بيكون عنا او موضوع نقدر نتحاور فيه، او حتى كمان ممكن نقدر نتعرف على طرف ثاني من الموضه ان كان بالشعر الميك اب وحتى كمان التياب. من بعد فقرة اليوم كاتوك انا بدي اقول لكم انه انتبهوا كثير على الطرقات مثل ما عم تشوفوا، واخبار ام تي في عم تقدر تطلعنا على اخر تطورات لعاصفة اليكسا. وهلا رح ننتقل ورح يكون ختام ام تي في الايف لليوم مع كاتيا، ورنتقل لعندها. هاي كاتيا. هاي، كيفك؟ كيفك انت؟ صرنا زمان ما تلاقينا على صحيح. الحال طبعا يعني نحن العاصفة حبينا لانه الثلج صار يعني يمكن فاق 60 سنتيمتر مثلا بالزعرور، مزبوط. يعني عم تكون سريعه خاصه انه ما في كثير هواء، ما في مي، فعم يتكدس الثلج. هذا شيء كثير حلو، وبنحب دائما نحن نطلب يعني وبنصير نقول انه عيد الميلاد لازم يكون في ثلج. انما ما رح تكون ابدا هينه على الاشخاص يلي موجودين يعني تحت الخيم او موجودين باماكن مش كثير مدفئه. صحيح. يعني كل الجمعيات اللي عم تعنى بهالشيء ضروري انه نكون عم نساعدها، ونحن لازم نلحقهم، ما لازم ننطر انه هن يلحقونا لحتى نكون عم نساعد بالقليل وبالكثير كمان بهالاطار. اكيد. واليوم كمان كانت الام تي في عم تفتح ابواب لكثير من الاشخاص يقدروا اول شيء يوصلوا صوتهم، وكمان بذات الوقت يقدروا يدعموا هالاشخاص اللي نحن عم نحكي عنهم واللي هن كثير بحاجه لمساعده، خاصه بهيك فتره بالعواصف يلي ناطرتنا وبذات الوقت بموسم العيد يلي عم نذكر فيه يعني هيدا الموضوع. ان شاء الله يعني يكون الصوت عم يوصل ويقدروا كمان كثير من الاشخاص يدعموا ويساعدوا العالم يلي هن بحاجه. غير التحيه كمان لكل يعني افراد الدفاع المدني والصليب الاحمر، كل الاشخاص يلي يعني عم يكونوا جاهزين بهالفتره ودائما بهالعواصف على كل مناطق الاطراف بلبنان يلي بتكون بحاجه كمان ل دعم لفتح طرقات ل يعني ايصال كل المواد الغذائيه والمنتوجات كمان للتدفئه والى اخره.
لكن رح ننتقل عندك كاتيا. انا بقول لك بونجورني، وكمان ان شاء الله كل الاشخاص يسوقوا اعمالهم وقد ما فيهم ما يظهروا من البيت، وكمان يتابعونا ويحضروا باقي الفقرات بالام تي. ثانك يو. اذا خلص وقتنا اليوم مشاهدينا، موعد بكره مع لايف جديد، مواضيع جديده. قد ما يكون سقعه برا هون رح نكون بدفى بالمواضيع اللي رح نقدم لكم اياها، وكل المشاعر الطيبه لكم من كل فريق العمل. باي باي.